حضرة المشاهدين والمستمعين الكرام، كما سبق وذكرنا، نباشر اليوم بالتحليل والتفسير اللغوي لما غمض وتعسر تفسيره على أهل التأويل وأهل اللغة في اجتهادهم لفهم لسان القرآن العربي المبين. وسوف نقتصر أولاً على تصحيح القراءات الناتجة عن أخطاء النساخ، وثانياً على تفسير ما يقتضي شرحه النص القرآني، بما في ذلك شرح أصول الألفاظ إن كان عربياً أم سرياناً. نبتدئ أولاً بشرح الاصطلاحات التي تكون إطار نص القرآن ابتداءً من اسم ومعنى القرآن، ثانياً معنى السورة، وثالثاً معنى الآية أو الآثر سرياناً كما سنرى. أولاً القرآن. المستشرق الألماني تيودور نولدكه 1836 إلى 1930 هو أول من ذكر في أطروحته عن تاريخ القرآن سنة 1860 أن اسم القرآن سرياني الأصل ويلفظ قريان بكسر القاف بالإمالة نحو الياء كالإيه اللاتينية وبدون همزة، وقد أضيفت الهمزة في المرحلة الخامسة لتدوين القريان. وبتعريب الكلمة تحذف ألف التعريف النهائية السريانية قريانة وتلفظ عربيا بالجزم قريان، وسوف نتبع هذا اللفظ الأساسي فيما بعد. اسم القريان السرياني هو في الأصل كتابة قريانة أي كتاب القراءات بالجمع، ثم سمي بالمختصر وبالمفرد قريانة أي قريان. والقريان السرياني عبارة عن كتاب يحتوي على نصوص منتخبة من العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل لقراءتها في رتبة الصلوات الكنسية. وليس القريان السرياني إلا أحد الكتب التخصية السريانية، بينما القرآن أو القريان العربي هو الكتاب الرئيسي في رتبة الصلوات الإسلامية. ويتميز القريان العربي عن القريان السرياني بمحتواه، فهو يحتوي ليس على نصوص حرفية من العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل، بل غالبا على شكل مواعظ تشير إلى ما ورد في الكتابين التوراة والإنجيل بتصرف، كما يحتوي على أناشيد وعبر ترمز إلى يوم القيامة على مثال سورة أهل الكهف السريانية الأصل. ويعطينا القريان ملخصا عن محتواه في سورة آل عمران الآية 7 بقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ففي هذه الآية آيات محكمات تعني آيات معروفة سريانيا، وهذه الآيات هن أم الكتاب أي أن مصدرها هو الكتاب الأساسي أي التوراة والإنجيل. وأخر متشابهات لا تعني مشبوه بها، بل تعني شبيهة بالمحكمات من حيث المغزى، على مثال سورة أهل الكهف
التي ترمز إلى يوم القيامة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون تعني سريانيا يتساءلون عما تشابه منه. بغية تأويله لا تعني بغية شرحه، بل سريانيا بغية معرفة مصدره الذي لا يعرفه إلا الله. والراسخون في العلم أي المتمكنون من علم الكتاب يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي أن مصدر المحكمات والمتشابهات من عند ربنا. هذا بالنسبة إلى محتوى القرآن أو القرآن. نأتي الآن إلى مصدر ومعنى السورة. هذه الكلمة أيضا سريانية الأصل، وتكتب سريانيا بالصاد، وأصلها سورات ثابة أي سورة الكتاب، وسورة الكتاب تعني نص الكتاب. وعلينا أن نفهم سورة كمرادف للرسم بمعنى الخط والكتابة. وباستعمال هذا الاصطلاح يشير القرآن إلى مصدره وهو الكتاب التوراة والإنجيل، كما يؤكد ذلك 19 مرة بقوله مثلا في سورة آل عمران الآية 3: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. والمائدة 48: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه تعني سريانيا معتمدا عليه، وليس مسيطرا أو متسلطا عليه بالمفهوم العربي المعاصر. ونأتي إلى المصطلح الثالث آية. لا شك أن هذه الكلمة الواردة 383 مرة في القرآن دخلت اللغة العربية بفضل القرآن، وبرهان ذلك أن قراءتها بالياء آية نتيجة تنقيط خاطئ في المرحلة الرابعة لتدوين القرآن. فالكلمة سريانية وتلفظ آثى بالثاء المثلثة وليس آية. وقد وردت هذه القراءة الصحيحة بصيغة الجمع في سورة مريم الآية 74: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن آثاثا ورئيا. صيغة الجمع السريانية من آثى هي آثواثا، فأدغمت الواو وأصبحت عربيا آثاث بصيغة الجمع وليس آثاث بالمفرد. ولو كانت عربية لقرئت آيات بدون ألف في آخر الكلمة الدالة على الجمع السرياني. وآثاث تعني عبر، ورئية ترجم عن السريانية حزاثة وتعني كمرادف قدوة مثال أو عبرة. والدليل الثاني أن آية والصحيح آثى ليست عربية هو أنه ليس لها جذر فعلي، بينما جذرها السرياني هو فعل هو الذي يعني كان ومشتقاته. ومصدر هو هوايا أي الكون أو الكيان، وقد دخل هذا المصدر في العربية بتعبير هوية، فأصبحت الهوية عبارة عن وصف كيان الشخص. وقد ورد الفعل المضاعف في القرآن بصيغة الأمر في سورة الكهف الآية 10 بقوله: وهيئ، أضيفت الهمزة فيما بعد، والقراءة الصحيحة هي وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عربيا تعني كون بمعنى اجعل لنا من أمرنا رشدا. وكذلك الآية 16: ينشر لكم ربكم من رحمته
ويهيئ لكم أي يجعل لكم من أمركم مرفقا. مرفق أو بالأحرى مرفق مصدر ميمي مقلوب عن الفعل السرياني فراق بمعنى نجى وخلص، فيكون معنى المرفق مرفق الخلاص. ومن النسبة السريانية هوينا أي ما يمكن تكوينه أو عمله، اشتقت الصفة العربية هوين في بعض اللهجات وهين بمعنى سهل، بينما جاءت في سورة مريم الآية أو الآفة 9:21 بالمعنى السرياني بقوله كذلك قال ربك هو علي هين، أي يمكنني تكوينه أو عمله. وبالفرنسي هين بالمعنى السرياني تعني بالفرنسي فزابل، وبالإنجليزي فيزيبل، وبالألماني مخبر. ومنه تطور الفعل العربي الثانوي هان يهون، بينما جاء الهوى بالمفرد والجمع أهواء في القريان بمعنى ما يختلقه أو ما يبتدعه الإنسان. وكذلك فعل هوى بمعنى ابتدع كما في سورة النجم 23 إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، والأصح سريانيا قراءة ما تهوي الأنفس من أهوى يهوي أي ما تبتدع الأنفس. وأخيرا بعد هذه المقدمة حان الوقت للمباشرة بتفسير سورة الفاتحة. اسم الفاتحة لم يرد في القريان، إنما أضيف هذا العنوان على أول سورة في وقت لاحق. وأقدم المخطوطات القريانية لا تحتوي على عناوين سور. ومع أن الطبري لا يرى ضرورة لشرح معنى الفاتحة المطابق لمفهومها السرياني بمعنى مدخل أو بداية الصلاة، يمكن أن نرى لها علاقة بالفاتحة المندائية أو الصابئة، نظراً إلى أن القريان يذكر الصابئين 3 مرات بين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر كما يلي: البقرة 62 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، والمائدة 69 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والحج 17 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وبالمناسبة كلمة لمعنى الصابئة، الهمزة هنا صحيحة باعتبارها تخفيف العين، والفعل السرياني صباع يعني غمس غطس عمد، ومنه اسم الإصبع الذي يغمس به الطعام. فالصابئة هم المتعمدون أو المعمدانيون الذين يغتسلون في المياه الجارية، ويمكن تسميتهم بالمغتسلة، وينسبون أصلهم إلى إقامتهم على ضفاف نهر الأردن، ثم انتقلوا إلى ضفاف دجلة والفرات في بلادنا بين النهرين جنوب العراق حاليا، وما زالوا يسمون المياه التي يغتسلون فيها أردن ذكرا لإقامتهم السابقة على ضفاف نهر الأردن. ويقال أن يوحنا المعمدان منهم ويسمونه يحيى، إلا أن هذا الاسم أخذوه في وقت لاحق من العرب. وفيما بعد
عدن واخذ. ويحيى قراءة خاطئة ليوحنان بالسريانية، وسوف نبين هذا الرسم في المخطوطات القريانية فيما بعد. وفي الترجمة العربية للإنجيل حذفت النون النهائية من يوحنان لتصبح يوحنا، ثم حذفت الياء البدائية ليصبح الاسم حنا في الدارجة. رجوعا إلى الفاتحة، في ممارستهم الدينية يحتفل الصابئة برتبتين، أولها الفاتحة وهي عبارة عما يسمونه كسر الخبز على مثال القربان الذي يحتفل به النصارى لذكرى العشاء السري مع المسيح وتلاميذه ليلة صلبه يوم العروبة الكبرى أو الجمعة العظيمة، والثانية اعتمادهم أو اغتسالهم في المياه الجارية على مدار السنة. وقد جاء ذكر الرتبتين في سورة قريش، وبحذف نقطة من القاف تقرأ فريش أي المنتخبين أو الأشراف، بقلب الكلمة من فريش تعطينا بالعربي شريف، وهي صفة للمندائيين، وهي التسمية الآرامية الأخرى للصابئة. والمندى أصل السرياني مدعى، وهو مصدر ميمي لفعل إيداع أي عرف علم فهم. وإذ لا يلفظ المندائيون العين من مدعى، ولتخفيف الدال المشددة أدخلت النون لتصبح مدعى مندى. وإدخال النون لتخفيف الشدة نجدها في بعض الكلمات العربية مثل السرياني حزيرة، وبلفظ الحاء خزيرة، وبإدخال النون لإزالة التجديد تصبح عربيا خنزير. والتعبير السرياني يعني في الأصل مدور أو سمين، وكذلك عكبوت تصبح عنكبوت. وقد ورد في القريان التعبير السرياني مودعة بمعنى الفهم والمعرفة بتفخيم الدال، ولفظها ضاد بقوله سورة النساء 46 من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه، وقد قرئت بالجمع بإضافة ألف، والأصح موضعه أي عن مفهومه كما يفهمه الطبري وليس بمعنى الموضع العربي. وكذلك في سورة المائدة الآية 13 و41. ننهي هنا الجزء الأول لسورة الفاتحة على أن نأتيكم بالجزء الثاني بعد يومين إن شاء الله، ولكم الشكر لمتابعتكم مع التحية، والرجاء تفعيل الجرس والاشتراك في القناة.